من جديد أعزائنا، أسعد الله صباحكم دائما بكل الخير، ومن السعادة قرار، ومن خلال هذا القرار لنبدأ دائما صباحاتنا بالابتسامة، والبسمة بالبسمة، والبادئ دائما هو الأجمل وهو الأفضل، وهو من يدخل على الآخرين أيضا الطاقة الإيجابية التي أصفها دائما بأنها وقود النجاح. كما تحدثنا في استعراض فقراتنا أيضا فقرة تربوية تعنى بأبنائنا الطلبة وصولا إلى امتحان الثانوية العامة من خلال هذه الإضاءة الصباحية، وكان هناك دعاء صباحي مباشر لأبنائنا اللي سيتوجهوا حقيقة إلى قاعات الامتحان بالتوفيق، ونتمنى لهم دائما تحقيق النتائج على مستوى تعليمي، على مستوى شخصي، وأيضا على مستوى أسري، وعلى مستوى الدولة كافة، وهذا ينعكس إيجابا على واقع أبنائنا الطلبة إذا كان هناك تحصيل علمي ممتاز. اسمحوا لي أن أذهب وأن أرحب بضيفي الكريم الدكتور صلاح داود، وهو تربوي ومتخصص وباحث في شؤون التعليم، ضيفنا في هذه الصبيحة. دكتور، أسعد الله صباحك، كل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحكم وأنتم بألف خير إن شاء الله، والمشاهدين الكرام وجلالة سيدنا بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد الجلوس وعيد الجيش، حياكم الله يا سيدي. شرفنا بقدومك سيدي. الشرفين. فقرة تعنى بأبنائنا الطلبة اليوم كما تحدثنا، لن أكرر نفسي، سيتوجه إلى قاعات الامتحان في جهد مبذول من الدراسة، من التحضير، من الاستعداد، مسؤولية مشتركة، لا نلقي المسؤولية فقط على الطلبة تحديدا، الجميع يشترك في العملية التربوية، وتحديدا امتحان الثانوية العامة، الدولة بوزاراتها ذات العلاقة، وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، مؤسسة المنزل، النشأة الأولى، والتنشئة أيضا، المجتمع ككل. هذه العملية التكاملية تحديدا لن نتحدث فقط ونختزلها في امتحان الثانوية العامة، نتحدث عن صفوف ما قبل ذلك، نتحدث عن تأسيس، نتحدث عن حلم الآباء، وأيضا هواجس الأبناء وهم على مقاعد الدراسة، كل ذلك من خلالك سيدي. حياكم الله يا سيدي. في البداية احنا بنتمنى لهم التوفيق لطلابنا في الثانوية العامة، ولكن التمني والدعاء لا يكفي وحده. صحيح. احنا بحاجة إلى عمل واجتهاد. الآن فترة الحصاد كما تعلم، دائما نحكي أنه الحصاد لازم يكون مستعد للحصاد، الثمرة إذا نضجت لازم نقطفها بحذر، والآن المطلوب من أبنائنا الطلبة التعامل مع الامتحانات اللي هي الحصاد، الآن التعامل مع هذا الحصاد بحذر شديد عشان يحصدوا ما يتلفوا الزرع اللي زرعوه. الآن يا سيد العزيز، طلابنا في الثانوية العامة اليوم إن شاء الله حوالي 130 ألف طالب راح يتوجهوا، تقريبا 130 ألف راح يتوجهوا لمقاعد الامتحانات الثانوية. معلمينا الكرام المراقبين الله يجزيهم الخير، الوزارة الله يعطيها العافية، الآباء والأمهات الله يعطيهم العافية. النصيحة لطلابنا الآن ثلاث مراحل أو ثلاث أقسام نقسمها. أول شيء أنت الآن النصيحة ما قبل الامتحان، ليلة الامتحان نام كويس، هذا أول نصيحة لك، لا تسهر، السهر راح يرهقك خلال الامتحان، الحصاد يروح على الحقل بكامل قوته عشان يحصد بطريقة صحيحة، فنام بطريقة مريحة، شيء نسبي من 6 ساعات إلى 8 ساعات. جميل. ما حد بيقدر يحدد للطالب المدة الحقيقية اللي بيحتاجها جسمه للراحة، فأنت من 6 إلى 8 ساعات مناسبات بإذن الله. الشغله الثانيه الاهم انه انت الان فتره مراجعه وليست فتره دراسة وتعمق في الكتاب، لا تضيع وقتك في البحث في بين السطور والامور هذه، لا راجع المراجعه العامه، ابدا الكتاب من بدايته وانهي حتى نهايته. النصيحه في المراجعه انك تقوم بايش اسمه التعلم من خلال الممارسه، مارس الامتحانات، بمعنى خذ اسئله سابقه لسنوات سابقه، قد ما بتقدر تحل اسئله سابقه حل، لأنه إحنا هذه هي التدريب والممارسة على أداء الامتحان، ويفضل أنه الأباء والأمهات يتعاون مع أبنائهم بتوفير جو امتحان حقيقي داخل المنزل ويعطاهم هذه الأسئلة للقيام بهذا الأداء. الشغلة الأهم من ذلك أنك توصل لوقت الامتحان مبكرا، لا تتأخر، لا تقول أنا معي وقت، الدنيا أزمة، صار في تحويلات، صار في أحقابات أمامنا، لازم تروح على الوقت، لأنه التأخير 5 دقائق المسؤولين الأمنيين في مراكز أو في قاعات الامتحانات في تعليمات واضحة، نعم تعليمات واضحة راح يمنعوك من الامتحان. صحيح. والأهم من ذلك كله خذ هويتك معك، خذ الهوية، لأنك إذا ما أخذت الهوية ما راح يسمحوا لك تقدم الامتحان. هذه ما قبل الامتحان. في نصيحة أخيرة قبل الامتحان، أنه لا تشتت حالك في المراجعات مع زملائك إلا إذا عندك سؤال محدد وجواب محدد، ويفضل تراجعه مع معلم المادة، لو باتصال هاتفي، لو بمراجعة قبل الامتحان، لو التقيت فيه بطريقة أو بأخرى، فهذه الأمور كلها مهمة جدا، لا تشتت حالك أبدا مع زملائك بأسئلة
قد تضيعك أو تشتت معلوماتك الموجودة. جميل. إذن قبل الانتقال إلى المحور الآخر المتعلق أيضا بالآباء والأمهات والعلاقة المباشرة دكتور صلاح مع امتحان الثانوية العامة تحديدا ومخرجاته، نتحدث عن نصائح أربعة رئيسة مهمة ما قبل الامتحان. هذا ملخص ما تحدثت عن هذا قبل الامتحان. هذا قبل الامتحان بشكل مباشر، وإحنا الآن يعني ندعو لأبنائنا يعني بالتوفيق يعني خلال الساعات القادمة. نتحدث عن النوم المبكر، عدم تشتيت الذهن تحديدا، والحديث الجانبي، أن يكون هناك مراجعة وليس دراسة ليلة الامتحان، أن يكون أيضا الوصول مبكرا إلى قاعة الامتحان. كل ذلك نتمنى أنه يتم أخذ ما تحدث بها دكتور صلاح داود على محمل من الجد لمن يشاهدنا. إذن دكتور، ننتقل الآن إلى المحور الآخر ونتحدث عن عام دراسي أو ما قبل ذلك من خلال الصفوف الدراسية. في أحلام متعددة لدى الآباء والأمهات، هناك من يريد أن يشاهد ابنه بأحسن المواقع وبأحسن التخصصات باختيار ذاتي من قبل الأب، لكن قد لا يكون يناسب أيضا هذا الابن أو الابنة. هناك توجه، هناك رغبات متعددة، كيف يمكن أن نوائم ما بين هذه الأحلام وبين ما يفكر به الآباء والأبناء، وقد يكون هناك هواجس أيضا بنفس الوقت؟ نعم، هي الحقيقة الآن هي فترة إنجاز الشهادات المدرسية، والشكر الجزيل لكل المعلمين والمعلمات. لأن إنجاز الشهادات شيء صعب جدا على المعلم والمعلمة، من تدقيق ووضع امتحانات وتصليح وإلى آخره، فجهودهم مشكورة زملائنا المعلمين والمعلمات على الدقة والجهود التي بذلوها. الآن الأحلام الآباء في الحقيقة أنه الدنيا لم تخلق فقط ليكون كل الناس فيها أطباء أو مهندسين أو محامين، يجب أن يكون هنالك محاسبين، معلمين، أشخاص عاديين مهنيين يعني. نعم. فبالنهاية هي لم تخلق فقط للإنسان المتعلم، لازم يكون في تنويع في المجتمع. الآن الأب والأم أول شيء لازم أنت تعرف قدرات ابنك، يعني يكون حلمي أنا بابني، لازم أحلم بابني وأحلم أنه يكون أحسن واحد في العالم، بس لازم أعرف قدراته كمان. مش أنا ابني طول نهاره نايم أو طول نهاره في الشارع أو طول نهاره على الآيباد على النت وأنا أحلم يكون طبيب وأنا لم أبذل شيء. فأنا الآن كوالد أنا بزرع، والعطاء اللي بعطيه لابني والوقت اللي بوفره لابني راح ينعكس على علاماته وراح ينعكس على مستقبله. جميل. نعم. فالآن نتيجة الطالب، الشهادة اللي مستلمها الطالب، صح جهد الطالب له دور كبير، ولكن أنا كمان كمؤسسة أسرية، تفضلت حضرتك فيها مؤسسة الأسرة، لها دور أكبر ومهم جدا في دعم المعلم، في دعم المدرسة، في دعم المجتمع المدرسي، في دعم المجتمع كامل، أني أخلق أنا مواطن صالح وأخلق طالب يستحق العلامة التي حصل عليها. فإحنا الآن في بعض الأنظمة التعليمية موجود منها في الأردن، خصوصا نظام الآي بي، في شيء اسمه البيست فيت. شو يعني البيست فيت؟ العلامة المناسبة للطالب. أنا جايب ابن 19 من 20 حقيقة في الامتحان أو 20 من 20، ولكن مستوى الحقيقي هو 17 أو 16. فهون لازم الأب والأم ينتبهوا لهذا الشيء. ابني ما بيعرف يقرأ بالصف الأول، ولكن علامته بالقراءة جاب 18 أو 19، وهو في مدرسة خاصة، بتعرف أن هذه المدرسة عم تخدعني مباشرة. فلازم أحلامنا وتوقعاتنا على أبنائنا تكون متناسبة مع قدراتهم. جميل. إذن هذه الجزئية المتعلقة بالآباء والأمهات وكيف ننظر لأبنائنا وتوقعاتنا، يجب أن تكون الأحلام واقعية. نعم. وتتناسب مع القدرات تحديدا. ممكن إذا كان هناك تفاؤل بشكل مباشر قد ينعكس بشكل سلبي على أبنائنا إذا كان يستمع إلى بعض الأحلام أو بعض الأمنيات تحديدا. إذن كيف يمكن أن يتقبل الإبن هذه الواقعية تحديدا، أو الطالب أو الطالبة؟ جميل. هلا إحنا موضوع، بس خلينا نحكي على موضوع. جميل. نرجع على موضوع الآباء والأمهات لحظة شوي نعرج عليه، إنه في بعض الآباء والأمهات أصلا مش سائلين في العلامات ولا في المعلومة، وتارك ابنه خلاص أنا توقع ابني بيستلم المهنة اللي أنا بشتغلها. هذا جانب. في جانب ثاني، بيجي ابنه جاب علامة منخفضة وهو ناسي طول السنة، بيبدأ الآن يرمي اللوم على المدرسة مش كويسة، المناهج صعبة، الوزارة عملت الامتحانات في رمضان ما رحمتنا، يعني بصير يوجد علقات أو شماعات لأخطاء أو أخطاء ابنه اللي ما حصل علامات. وفي نوع ثالث من الآباء والأمهات بشكر الأهل وبشكر المعلمين وبشكر المدرسة، وحقا أنه بيكون منصف مع ابنه مع المدرسة. جميل. والنوع الرابع وهو الأخير اللي بيقول أنا ابني ذكي وحصل العلامة بذكائه مش بفضل المناهج ولا فضل الوزارة. لا، هي عملية تكاملية. عملية تكاملية، لا يمكن يعني أن نختزلها بجزئية واحدة. أيضا في شكر موصول إلى الهيئة التدريسية. نعم. إلى الكوادر التعليمية، لا يمكن أن ننتقص من هذا الدور الرئيسي. المعلم هو الدور أيضا المهم داخل الغرفة الصفية. نعم. بالتربية بدءا وبالتعليم
ثانيا العودة إلى سؤالي دكتور صلاح، كيف يمكن أن يكون هناك تفاعل إيجابي حقيقة بشكل واقعي، وكيف يمكن أن يتقبل الإبن واقعية حلم الآباء والأمهات؟ 100% الآن التقبل أو التفاعل الحقيقي هو نوعين، يا أما صدمة يا أما فرحة راح تكون عند الأهل. أول شيء الصدمة، أنت مش لازم تنصدم كأهل، لأنك أنت لو أنك متابع ابنك من البداية، علامة امتحان الشهر الأول وعلامة امتحان الشهر الثاني وعلامة امتحان الشهر الثالث وعلامة امتحان الفاينل في الفصل الأول، ما راح تنصدم لأنك متابع واجتمعت مع المعلمين وعرفت مستوى ابنك الحقيقي، فلذلك ما لك حق تنصدم أبدا كولي أمر. ولكن الآن لما تيجي الفرحة لازم تكون الفرحة متزنة، اتفقنا؟ لأن نيجي نراجع ابننا في العلامات اللي حصلها، احنا ما بنراجعه بالعلامات، احنا بنراجعه بالجهود التي بذلها. جاب 60%، نيجي نحكي له شو الجهد اللي بذلته؟ مش 60%، يمكن 60% فعلا هي حقيقة، هي مستواه الحقيقي، بس نيجي نحكي له انت كم ساعة درست؟ هل كان لما تروع على البيت تحضر دروسك؟ هل كنت تحل الواجبات؟ هل كنت انت تراجع المادة اللي اخذتها؟ طيب الآن، هل انت كنت في بيت في 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 الصف منتبه للمعلم ام كنت طالب مشاغب؟ اتفقنا؟ فهاي كل هالامور بتخلينا نتحاور مع ابننا على الجهود التي بذلها، مش على علامته التي حصلها، لانه ممكن تكون فعلا العلامه اللي حصلها هي حقيقيه. والاهم من ذلك ان تكون هذه المراجعه، ويفضل دائما تكون يا اما بوجود المرشد المدرسي اللي عنده ملف عن الطالب وعن علاماته وعن اهتماماته الى اخره، او تكون بوجود معلم الماده اذا كان الدروب عنده النزول والهبوط فقط في ماده واحده او مادتين، لانه في طلاب جاب في الماث، انا بعرف في ما في الرياضيات جاب 100%، ولكن في اللغه العربيه جاب مثلا 80، وبيجي الاب بيحكي لك انا ابني بفهم بس ما بحفظ. نعم. هذا طبعا شيء مغلوط تماما، لانه مستويات الادراك في هرم بلوم الحفظ هو اساس التعلم. والله استمع الى هذه اللازمه كثيرا في الاونه الاخيره او الفتره الاخيره، حافظ مش فاهم او فاهم مش حافظ. ترى بالمناسبه اعتقد انه الممارسه والاشتباك المباشر هو من خير دليل او من يقيم حقيقه ما بين الفهم والحفظ. اسمح لي بالختام لانه هي اضاءه صباحيه، ان اذهب الى الجزئيه الاخرى من هذه المعادله المتكامله، جزئيه المعلم تحديدا، وساذهب الى موضوع غير تقليدي، اتحدث عن الضمير الانساني لدى المعلم، وكيف يمكن ان يكون هذا الضمير الانساني بعيدا عن الدروس الخصوصيه. ترى بالمناسبه بدقيقه دكتور صلاح. نعم، هي قدسيه المعلم وضميره من قدسيه الرساله. جميل. وحامل لرساله عظيمه، فلذلك التزامه التزام ديني، التزام ثقافي، التزام اجتماعي بهذه القدسية، فلذلك المعلم عندنا دائما ضميره صاحي. لابد من وجود بعض الأخطاء عند بعض الزملاء، ولكن هذه الأخطاء لا تنفي أبدا أن معلميننا في الأردن من أفضل معلمي الوطن العربي، والدليل أن دول الخليج كلها تستقطب المعلمين الأردنيين للعمل في مدارسهم في الخليج. أنا شاكر قدومك بهذه الصباحات، وشاكر هذه الطاقة الإيجابية والرسائل التوعوية حقيقة لفهم أيضا موضوع كيف نتعامل مع أبنائنا وبناتنا، موضوع الأحلام، موضوع رفع سقف التوقعات من عدمها، أن نتعامل بواقعية، كل ذلك تحدثنا عنه من خلال هذه الإضاءة الصباحية. دكتور صلاح داود التربوي والباحث في شؤون التعليم، كل شكر لك، كل عام وأنت بألف خير مجددا. إذن أعزائنا المشاهدين، إلى فاصل قصير ونواصل معكم، فابقوا معنا.